إلى فلسطين، حيث استشهد مسعف فلسطيني وأصيب آخرون بجروح بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال إثر اقتحامها لمخيم الدهيشة في الضفة الغربية المحتلة، بينما واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة متسببا بإصابة نحو 10 أشخاص وملحقا أضرارا مادية جسيمة بعدد كبير من المنشآت والبيوت السكنية. وفور عودته من واشنطن تحدث بنيامين نتنياهو عن إجراء مفاوضات مكثفة حول قطاع غزة. المزيد حول خيارات نتنياهو مع الزميلة لبيبة شريفة. خسارة سياسية لا يرغب بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخاصة فيما يتعلق بإيقاف سبل الرد على صاروخ سقط شمال تل أبيب الاثنين الفائت. فجرا عاودت قوات إسرائيلية قصف مواقع في غزة بالتزامن مع حشد المزيد من القوات على الحدود. أوضاع متوترة دعا لإخمادها المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مناشدا بضبط النفس، مناشدة يرغب نتنياهو بتطبيقها، ولكن بحسب محللين فأنه محاصر بين الرغبة في توجيه ضربة قوية وقاسية لحركة حماس وبين مخاوف التورط في معركة عسكرية واسعة في قطاع غزة، فهنا يقف مهاودا في سبيل عدم خسارته سياسيا على الأقل. فهو لا يرغب بالمخاطرة مع اقتراب الانتخابات التي يسعى بكل قوته إلى كسبها في ظل ضعف موقفه مع انتشار فضائح الفساد التي تلاحقه إلى جانب السخط الإسرائيلي عليه واتهامه بهشاشة تعامله مع المواقف المتعلقة بحماس. وما يزيد الطين بلة بالنسبة لنتنياهو حاليا هو اقتراب الذكرى السنوية ليوم الأرض ومرور عام على انطلاق مسيرات العودة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة حاشدة، وهنا يكون التخوف من سيناريوهات اشتباك محتملة قد توتر الأوضاع أكثر وتحول دون التوصل أو المحافظة على تهدئة هشة في الأساس. ومع كل التدابير التي يتخذها نتنياهو وحكومته بالرد على حماس وإظهار القوة في هذا الجانب، إلا أن استطلاعات رأي إسرائيلية أظهرت أن الإسرائيليين غير راضين عن رد نتنياهو، واصفين إياه بالضعيف. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد عايش الكاتب والإعلامي. أهلا بك أستاذ محمد معنا. كيف تقرأ مشهد التصعيد في قطاع غزة؟ يعني هو واضح بأن الصاروخ الذي يعني تجاوز الحدود وسقط داخل الأراضي المحتلة عام 48، هذا الصاروخ شكل ضربة موجعة لنتنياهو، لأنه أثبت فشل القبة الحديدية وأثبت أنه لدى قطاع غزة أو في قطاع غزة يوجد أسلحة يمكن أن تخترق التحصينات الإسرائيلية. يعني في ظل هذا الوضع يجد نتنياهو نفسه في مأزق، وبالتالي طبعا المأزق الآخر أنه الرد على هذا الصاروخ أو العدوان الذي شنه على قطاع غزة كان عدوانا محدودا. هذا العدوان فضح أمرا آخر من الضعف الإسرائيلي، وهو أن بنك الأهداف الإسرائيلية داخل قطاع غزة قد نفد، لم يعد لدى الإسرائيليين مواقع أو أهداف يستطيعون الوصول إليها أو يعني يعرفون أماكنها من أجل أن يقصفوها عندما يعني عند الحاجة. سابقا كان عندما يطلق صاروخ ويقتل إسرائيليين أو يجرح إسرائيليين كانت إسرائيل ترد بقصف مواقع كانت فعلا مواقع إما لحماس أو للحكومة أو مكاتب أو ما إلى ذلك. اليوم لا يوجد اختراق، وكانت أحيانا تقوم بعمليات اغتيال لشخصيات يتبين بأنها تستطيع الوصول لها. اليوم إسرائيل لم تبين بأن ليس لديها أهداف، لا ليس لديها اختراق كافي داخل قطاع غزة يمكنها من الوصول إلى أهداف من الشخصيات الحمساوية لنقول أو الفلسطينية بشكل عام ليتم اغتيالها كثائر على هذه العملية، وهذا ما أغضب الإسرائيليين بشكل واضح. نعم. وهذا ما فجر احتجاج كبير داخل الصحافة العبرية خلال الأيام الماضية،
وأظهر بأنه بل على العكس أظهر بأنه حتى لدى حركة حماس أو مش حماس لأن الصاروخ ليس من حماس، لدى قطاع غزة أو يمكن أن يخرج من قطاع غزة بعض المفاجآت، لكن ليس لدى الطرف الإسرائيلي مفاجآت يفاجئ بها الفلسطينيين من مثل أنه يغتال شخصية كبيرة أو يصطاد هدف كبير. ما حدود التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة؟ يعني ما هي خيارات نتنياهو؟ لا أنا أظن بأنه لو كان هناك مزيد من الخيارات كنا شفناها خلاص. ما هو إحنا اليوم نتحدث بعد عدة أيام أصبح واضح بأن هناك رد عسكري محدود وليس حربا شاملة. السبب طبعا أنه إسرائيل خاضت 3 حروب سابقا على قطاع غزة قبل أن يمتلك الفلسطينيون مثل هذه الأسلحة المتطورة، ومع ذلك فشلت في حروبها 3، فكيف بها اليوم؟ المسألة الثانية أنه واضح بأنه تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية وتقديرات الجهاز العسكري داخل إسرائيل أنه لو خاضوا حرب مع ضد قطاع غزة سوف يؤدي إلى تكبيدهم خسائر أكبر من الخسائر التي كانوا يتكبدونها بالسابق نتيجة وجود مثل هذه الصواريخ التي تصل مدى أطول أو بعض الأسلحة الأكثر تطورا أو الاحتقان الموجود في الضفة الغربية والقدس يمكن أن يتحول إلى انتفاضة، وبالتالي ليس من مصلحتهم خوض حرب أو شن حرب شاملة تستهدف قطاع غزة. أشرك معي السيد كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات العامة من أم الفحم، أهلا بك سيد كمال معنا. بداية، ما هي ردود الفعل داخل الشارع الإسرائيلي على هذا التصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن من يريد أن يفهم طبيعة ما يجري في المجتمع الإسرائيلي فليستمع وليقرأ ليس للسياسيين ولا للعسكريين الذين هم الآن في دائرة الخدمة المباشرة، وإنما ليستمع لما يقوله العسكريون الذين خرجوا من دائرة الخدمة، بمعنى أنهم أصبحوا الآن مدنيين. هؤلاء من يتحدثون بحقيقة كيف ينظر المجتمع الإسرائيلي إلى ما يجري الآن في غزة وطبيعة المواقف التي يتخذها نتنياهو، وهل هي فعلا مواقف نابعة من الشعور بالقوة أم أنها مواقف المتردد الذي يمسك العصا من المنتصف بين نيته ورغبته في أن يصبح فلا يرى غزة وبين قناعته بأن الدخول إلى غزة لن تكون نزهة سهلة. هذا ما قاله اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جابي أشكنازي الذي قال بشكل واضح، قال إن غزة خرجت ويدها هي العليا، وإن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية من يسمى دون تور سامية من كان قائد ومسؤول لمنطقة غزة في الجيش الإسرائيلي قال بأن قوة ردعنا قد ذهبت وضاعت. هذا يشير بشكل واضح إلى أن غزة ومواقفها مرة أخرى ليست غزة قوة عظمى، ليست غزة دولة صاحبة جيش جرار، ولكن لأن ما يجري في إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي الذي يعيش حالة ارتباك الآن فكل ما يحصل في غزة يصبح له وقع ويصبح له تأثير مباشر على معنويات الشارع الإسرائيلي. طيب ابقى معنا سيد كمال، أعود لك أستاذ محمد عايش. ما هي مطالب إسرائيل لتحقيق التهدئة؟ يعني ما هي المعادلة الجديدة التي تحاول إسرائيل أن تفرضها؟ يعني أنا أظن بأنه إسرائيل تريد يعني أن تحافظ على قطاع غزة هادئا ومجردا من السلاح مع إبقائه مضغوطا، يعني في المعادلة الأخيرة أو في المآل الأخير الذي تريده لقطاع غزة هو مكان مجرد من القوة ومكان مضغوط يعني بائس للحياة، وهذا ما يرفضه الفلسطينيون وما رفضه الفلسطينيون في قطاع غزة. فلهم وافقوا يعني أن يسلموا أسلحتهم بشكل من الأشكال، ولهم قابلون بمسألة الابتزاز الإسرائيلي، سواء بالابتزاز المتعلق بمنع إدخال الأموال أو المساعدات أو التحكم بالمواد الغذائية والمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. وبالتالي هو بين الحين والآخر تجد إسرائيل إنه أو يعني يصبح هذا الحصار حصارا لإسرائيل أيضا، لأنه إسرائيل ليس لديها كثير من الخيارات التي يمكن أن تستخدمها ضد قطاع غزة، ولذلك كانت في السابق أو خلال الفترة الماضية تخفف الحصار بين الحين والآخر عن قطاع غزة
دون أي شروط، يعني دون أي اتفاق ودون تهدئة. أنا أظن في المآل الأخير يعني لا يمكن التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد ما لم يتم تحقيق أيضا المطالب الفلسطينية، والمطالب الفلسطينية معروفة، يعني أقلها إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة من كل الجهات بما في ذلك من الجهة المصرية. نعم يا سيد كمال الخطيب، يعني برأيك ما هو حدود التصعيد الإسرائيلي باتجاه قطاع غزة؟ ما هي خيارات نتنياهو؟ لا شك أن الظرف الحالي كونه ظرف انتخابات برلمانية، ونتنياهو متخوف جدا من أن تنعكس أي عملية عسكرية على توجه الشارع الإسرائيلي، سقوط أي قتيل سواء كان مدني أو في الجنود سينعكس سلبا على حظوظ نتنياهو في المرحلة القادمة. لذلك هو حريص كل الحرص على ألا يذهب الآن إلى تصعيد ما حصل أول أمس، رغم الاستعداد الكبير ورغم نقل الكتائب إلى تخوم حدود غزة، لكن الكل يعلم أن هذه ليست إلا لخلق انطباع معنوي للرأي العام الإسرائيلي، لكن نتنياهو أبدا في هذه المرحلة لن يصعد، إنما مستقبلا ولا شك بعد أي انتخابات وبعد أي نتائج سواء كان الفائز فيها نتنياهو، وطبعا واضح أنه هو صاحب الحظ الأوفر في الفوز أو كان غيره، فالتصعيد هو سيد الموقف مع غزة ما لم تتغير ظروف غزة ويرفع الحصار عنها. لا يعقل أن يبقى مليونين من الفلسطينيين في حصار مدة 12 سنة، وهذا الحصار طبعا يشارك به ليس إسرائيل فقط، يشارك فيه النظام في مصر السيتي، ويشارك فيه في المقدمة أبو مازن في محاولة للي ذراع غزة من أجل أن تعود غزة لتكون ضمن نفوذ أبو مازن في الوقت الذي هو أصلا قد ضيع الضفة الغربية وضيع مقدرات الشعب الفلسطيني. شارك أستاذ محمد عايش، مصر هل هي قادرة على ضبط الأمور من جديد؟ يعني قادرة على ضبط الأمور إذا استطاعت أن تحقق وساطة عادلة بين حركة حماس وبين الإسرائيليين، لأنه يعني كما تفضل الأستاذ كمال الخطيب، لا أحد يمكن أن يتصور بأنه مليونين شخص يعيشوا تحت حصار وتحت تجوية وفي ظل أوضاع بالغة البؤس ويسكتوا. يعني هذا القطاع غزة يتجه إلى الانفجار، لا يوجد أي نتيجة منطقية لما يحدث في قطاع غزة سوى الانفجار، والصاروخ الذي انطلق نحو إسرائيل قبل أيام هو أحد مقدمات هذا الانفجار. لا يعقل أنه مليونين فلسطيني يعيشوا في سجن كبير ووضعهم المعيشي أسوأ من الوضع الذي يعيشه الناس في المجاعات أو في الدول التي تعاني مجاعة، بينما على بعد 7 كيلومترات يعيش الناس أفضل مما يعيش الناس في أوروبا وفي أمريكا في داخل الأراضي المحتلة عام 48. وبالتالي هذا الوضع الشاذ لا يمكن أن يستمر إلى الأبد بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عايش الكاتب والإعلامي على هذه المشاركة.